أهلا بكم يا عمارة بيت القصيد إلى عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي في بيت القصيد. لهذا اليوم نستضيف الشاعر اليمني الجميل السيد خالد حميد. أهلا بك سيد خالد معنا. أهلا وسهلا بك سيد خالد، سعداء بتشريفك لنا في بيت القصيد لهذا اليوم. أنا سعيد أكثر. لابد في بيت القصيد أن نفتتح الحلقة دائما ببيت يمثل لديك قصيدة وقصيدة تمثل لديك مشروع شاعر. لو تبدأ هذه الحلقة بما أعددت لنا من أبيات افتتاحية. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب تحدى القهر والتنكيل واختط في درب الأبات سبيلا ومضى يشق المستحيل وينبري ليصول في ساح الوغى ويجولا. أصل العروبة كابرا عن كابر قالت فما بال القرون الأولى. شعب وما الأمجاد إلا شامة في تاجه قد جملته قليلا. شعب تماهى الأصل في تاريخه وتوارث الأمجاد جيلا جيلا. شعب يخر الملك عند حذائه وشموخه فاق الرواسي طولا. وشموخه فاق الرواسي طولا. طولا. هذا الشعب وهذا الوطن الذي فاق شموخه الرواسي بطولها ويطاول السماء، كيف يمكن لنا أن نحيي الأمل فيه في ظل الواقع الذي يعيشه اليمن الذي نتمنى أن يعود سعيدا؟ الحقيقة أن اليمن، يمن الحضارة والتاريخ والشموخ، أصل العرب مثله كمثل سائر الشعوب العربية. نعم. لابد لكل جواد كبوة، ولعلنا نحن الآن في ربما في أسوأ مراحل التاريخ، لكن المأمول أن يتعافى دائما كما هو حال الشعب اليمني. هنالك تعقيب على هذه. تفضل، أكيد لك المنبر. من أين أنت؟ وساءلتني ظبية ما لي أراك مشردا مشغولا. أولست من تلك البلاد؟ ويا ترى هل ثم شيء أطفأ القنديلا؟ فأجبت والآمال تسبقني هنا، أنا من بلاد الأكرمين سليلا، أنا من بلاد الجنتين، فهل تري أو تقرأ القرآن والتنزيلا؟ أنا من بلاد الجنتين، أنا من بلاد الجنتين، فهل تري أو تقرأ القرآن والتنزيلا؟ أو تقرأ القرآن والتنزيلا. هذه يعني مقارنة بلدة طيبة جميلة. ورب غفور. بلدة طيبة ورب غفور، بالفعل أحسنت وأجدت. كيف تتخيل اليمن الذي تحب؟ اليمن اليوم في حالة من الجراح، والتعافي يحتاج إلى وقت، وأتصور أن شعب الإيمان والحكمة الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرق قلوبا وألين أفئدة لا بد أن يتعافى، ولا بد أن يعود إلى حاله، إلى وضعه الطبيعي الذي يأمله العالم كله ويأمله أبناؤه. من إحساسك شاعرا عشت ظروفها، صعابها، آلامها، وجدانياتها، إضافة إلى أنك لربما ذرفت دموعا حزنا على ما جادت به من دماء ودموع، كيف تنظر إلى اليمن في ظل واقعها المأساوي اليوم الذي لا يخفى على كل ذي لب سليم؟ الوضع محزن، لكن الأمل في الله معقود، ثم الأمل أيضا في أبناء اليمن ونخبه. بإذن الله لابد أن يتعافى أهل اليمن. هل لك أن تقول شيئا من الشعر لأجل اليمن مرة أخرى؟ صنعاء تيه فإن الهم قد رحل، واستبشري فنسيم الروض قد وصل. أكمل. القصيد عن صنعاء وعن اليمن وعن بلادي مثل ما يقول ذو شجون. أكيد طبعا. ولكن الوضع الذي المحزن للأسف الذي وصل إليه حال اليمن
يمكن أنه أصاب شياطين الشعر فلم يعودوا قادرين على. هل يمكن لظرف البلد الذي تمر به يصيب الشاعر بعجز عن التعبير إذا ما قورن حزنه كتابة بحزن بلده وواقعه؟ الشاعر هو أصدق من يمثل شعور الناس، لذلك يتأثر بشكل أو بآخر. الشاعر أكثر الناس حساسية وتأثرا بما يدور وما يحصل، لذلك يقولون الشعر هو إخراج الشعور. نعم. وإخراج الشعور هو أن يخرج الإنسان ما يراه وما يسمعه وما يلمسه فيخرجه شعرا. لكن عندما تتكاثف المصائب والأهوال والأوجاع، تصور أنه أكثر الناس حساسية هم. نعم، بالله عليك دعنا نجتنب الحديث عن المصائب والأوجاع الآن قليلا ونذهب إلى الشعر مرة أخرى. نعم. ولك حرية أن تنتقي ما يروقك وما تحب، ماذا ستقرأ علينا الآن؟ يتوق القلب إلى مكة والمدينة دائما. يعني يتوق القلب إلى مكة والمدينة، والحديث حينما يتعلق ببلاد الحرمين حديث معبر أكيد ممتلئ بالشجون الإيمانية. إلى النص إذن الآن. قلبي إلى تلك الديار يتوق، وإلى الرحاب الطاهرات مشوق، وحنين هذا القلب ليس كمثله إلا كما يهوى الهوى المعتوق. يا مكة الغراء حبك في دمي يسري، وليست تحتويه عروق. للغار والبطحاء يثوي خاطري، فأنا بتأثير الهوى مخنوق. الله. إن لم تكن لي كل عام نظرة للبيت يهفو القلب وهو عتيق، وإذا تناءى بي عن البيت الجوايا صاح شوقني إليه صديق. لما أرى العمار في أرجائه أزداد شوقا، والدروب تضيق، وإلى المدينة حيث خلي ساكن أنا لست عن بعد الحبيب أطيق. قلبي يحن لها وما من حيلة، وكأنه من عشقه مشنوق. يا رب خذ بيدي إليك ودلني للرشد، فالتوفيق منك خليق. فالتوفيق منك خليق. كيف يمكن لأمة تشرذمت وتقطعت في أصقاع الأرض أن تعود وتتوحد؟ كيف يمكن تحقيق ذلك؟ بواعث الوحدة في الأمة كثيرة وكبيرة. دين واحد، وملة واحدة، وقبلة واحدة، وقرآن واحد، ولغة واحدة، ووطن تجمعه عادات وتقاليد وأعراف كلها متقاربة. ما هو دور القصيدة في هذه الوحدوية التكاملية هنا؟ أقول أن القصيدة تبعث على استجماع الأفكار والآراء والأجسام والأرواح. نعم. ويمكن أن تسهم هذه القصيدة في لملمة وترميم الفجوات الموجودة بين أبناء العرب والمسلمين. أنا يحدوني أمل غامر أن لحظات اجتماع الأمة، الاجتماع الأكبر، حان وقته. حان وقت هذا الاجتماع الأكبر؟ أتصور ذلك. طيب، وكيف يتحقق هذا الاجتماع الأكبر إذا كانت الأمة مشغولة بجراحاتها؟ كلنا في الهم الشرق، كل يبحث عن مصائبه وجراحاته، هل تريد لنا أن نتوحد في جراحاتنا أيضا؟ لاحظ، في أحلك ساعات الليل يبزغ الفجر. أكيد، بلا شك. وعند أشد حالات المخاض يظهر الوليد. نعم. لذلك الأمة اليوم تمر بمخاض عسير ومخاض صعب، لا يمكن أن يفضي إلا إلى ميلاد جديد وإلى أمل مشرق بإذن الله تعالى. هذا الأمل لابد، وأن شعراء اليمن الذين جاءوا على مشهد الثورة التي حدثت في سبتمبر، إضافة إلى الشعراء المعاصرين، لابد وأن لهؤلاء الشعراء مرحلة ودور ينبغي أن يقوموا به، ما رأيك بهذا الحديث؟ كلام صحيح. وأنا ما الذي بإمكانهم أن يقوموا به في ظل ما تعيش اليمن من أحداث جسيمة اليوم؟ الكلمة. الكلمة أقوى
من كل ما يحدث في عالم اليوم. الكلمة هي السلاح الأقوى والأنفع والأنجع، الكلمة الصادقة التي تنبع من القلب وتخرج إلى قلوب الجماهير فتعرفها بدورها وواجبها وهي تعرف واقعها. هل يمكن للكلمة في اليمن أن تحيي ثورة؟ بإذن الله، كيف لا؟ ألا تلاحظ أن ما يدور في العالم كله العربي بالذات الذي يعني يتألم الآن من الأوجاع والآلام، يعني الكلمة هي التي أخرجت الناس من الوجع والألم والوضع الاقتصادي والمعيشي والمأساوي الذي تعيشه الأمة ويعيشه الناس، أخرجت الناس الكلمة، الكلمة الصادقة. إذن الكلمة الصادقة تصنع ثورة، والثورة تحتاج كلمات صادقة من شاعر صادق بفطرته. نسأل الله أن نكون كذلك، وهذا ما نأمله ونطمح إليه ونصب إلى تحقيقه. شعراء ثائرون وثوار يحبون هذا الشعر. طبعا مشاهدينا الكرام، لأن الثورة قصيدة، والقصيدة تؤكد على ضرورة أن يلتف أبناء الثورة حولها مؤمنين بها لا منفصلين عنها. إلى فقرة قصيدة للوطن. أهازيج فبراير، أنا أنت يا فبراير، وأنا بفضلك عامر. أنا أنت يا فبراير وأنا بفضلك عامر، فيك اكتملت كأنني المعنى وأنت الشاعر. يا أم أولادي التي في قلبها أتكاثر، يا بيت أحلامي ويا قدرا به أتفاخر. أنا أنت يا يوم القيامة والقد المتجاسر، في الدائر وقفت والتاريخ حولك دائر، في الدائر وقفت والتاريخ حولك دائر. وأنا النظام، أنا الخيام، أنا الحمام الطائر. هذا فمي في ساحة التغيير شعب ثائر، هذا فمي في ساحة التغيير شعب ثائر. ودمي على طول الطريق إلى الكرامة سائر. يا سيد الأيام، إنك كالحقيقة ظاهر، لا الشمس تسقط من يديك ولا النجوم تغادر. أنت الرجولة والرجال مظاهر ومناظر، حر وكل الواقفات على الرصيف حرائر. أنت الجنان وما سواك جنائز ومقابر. أنا أنت يا فبراير المخذول لا المتآمر، وأنا البلاد كما ترى وجع وجرح قائر. ما زال للزمن العجوز مخالب وأظافر، ما زال ينهشني وباسم دم البريء يتاجر. لولا السياسيون ما ربح الجواد الخاسر، فلقد أعاد الأمس صورته وشاخ الحاضر. ولقد أحاط بنا المغول وساد غول جائر، دخلوا على امرأة العزيز ومات نحن حسائر. لم يقض بالحرس القديم ولا هناك عشائر، خطفوا الإله من المصاحف والرسول محاصر. وأنا وأصحابي على باب الحياة نكابر، لا نحن أمطرنا ولا هذا الجفاف يقادر. أشجار وادينا الجريح مع الأسى تتشاجر، منذ انكسرنا لم يقف للأبجدية شاعر. هذا الزمان حكاية أخرى ودين كافر، تتفجر التقوى بمن فيها ويبقى الفاجر. إن الهوى أعمى وحظي في المحبة عاثر، لكنني رغم الجراح إلى النجاح مهاجر. أنا أنت حين أعود مرآتي وحين أسافر، وإذا تلاشى النور سوف يثور نور آخر.
وإذا تلاشى النور سوف يثور نور آخر، ولسوف يخرج منك ميلاد عظيم طاهر. وإذا فشلنا مرة أخرى فسوف نغامر، ولسوف أفتح كل يوم قصتي وأذاكر. إن الهروب من الدموع إلى الركوع كبائر، والخوف عار، والسكوت على العذاب خناجر. إن الهروب من الدموع إلى الركوع كبائر، والخوف عار، والسكوت على العذاب خناجر. أنا لا أحب الحرب، إني وردة تتظاهر، لكن مأساة البلاد أئمة وعساكر. أنا فيك يا فبراير المجنون بحر هادر، إن كنت معصية فسوف أعيدها وأجاهر. لم يبق منا للزمان سواك يا فبراير. من جديد عدنا لكم مشاهدينا الكرام، ونواصل في بيت القصيد، ومعنا ضيفنا الشاعر اليمني الجميل السيد خالد حميد. مجددا نرحب بك سيد خالد، كيف الحال؟ حياك الله، اهلا وسهلا بك. اهلا بك مجددا في بيت القصيد. لو اردنا ان نتحدث اليوم عن كيف حاول شعراء اليمن قديما استقراء مستقبل اليمن، وكيف أن الظروف ستكون صعبة، وكيف ينبغي للشاعر أن يقود أمته وأبناء شعبه نحو فجر حقيقي تطل منه شمس صادقة لا زيف فيها. هؤلاء الشعراء الذين ينبغي أن نقف عندهم، هل يحضرك اسم أحدهم الآن؟ أبو الأحرار الشاعر محمد محمود الزبيري رحمه الله، شاعر ثورة اليمن الأولى. نعم، هذا الرجل الذي قضى حياته في سبيل نصرة اليمن وإخراج اليمن من الظلمات إلى النور بالفعل، يعني هو الذي عاش شطرا من حياته في السجن، وجزءا من حياته في الاغتراب، وجزء في الحكم، وجزء في الميدان. هو شاعر، شاعر أديب. هل يحضرك شيء من شعره؟ عندما خرج من السجن قال: خرجنا من السجن شم الأنوف، كما تخرج الأسد من غابها، نمر على شفرات السيوف، ونأتي المنية من بابها، ونأبى الحياة إذا دنست بعصف الطغاة وإرهابها. وقصائده مشهودة في تاريخ اليمن. هذا هو السيف، هذا هو السيف والميدان والفرس، واليوم من أمسه الرجعي ينبجس. ليت الصواريخ أعطتكم تجاربها، فإنها درست أضعاف ما درسوا. ثم تحدث عن الجمهورية وعن النظام الجمهوري. رجل ثائر بحق. شعره يسميه يصنع ثورة، يسميه أبناء اليمن أبو الأحرار. لا يكتب الشعر لأجل الشعر، وإنما يكتبه حتى يحرض الناس على الإيمان بالثورة. صحيح، رحمة الله عليه. كيف يمكن لشعراء اليوم أن يقتدوا بمثل هذا الشاعر؟ أعد تذكير المشاهدين باسمه فقط. الشاعر الأديب الأريب العالم محمد محمود الزبيري رحمه نعم. الله. كيف يمكن لشعراء اليوم في اليمن والعالم العربي بأسره أن يقتدوا بمثل أصحاب هذه التجارب النيرة في الشعر العربي؟ هذا الرجل جمع بين القدوة والعمل. كان رجلا بسيطا في حياته، لكنه كان إذا تكلم أسمع، وإذا كتب اهتز لكتاباته عرش الطغاة. إذا تكلم أسمع، وإذا كتب أبدع، رحمه الله. جميل. طيب، ما رأيك أن تعيدنا إلى إبداعك الآن وقصيدة جديدة؟ نعم. ماذا تحب أن تقرأ علينا عنوان النص الجديد؟ في رحاب المدينة. في رحاب المدينة. يبدو أن شوقك للمدينة ولمكة ولتلك الديار المقدسة لا ينفك عن نصوصك وعن تفكيرك. هي الروح. هي الروح. نعم. دعنا نلج إلى هذه الروح إذن. إن شاء الله. تفضل. ذكرتك عند أكناف المدينة. هذه كتبتها لحبيب فلذة كبدي. نعم. تذكرته هناك، وصغت رسالة عن واقع المدينة، وتذكرت أشياء. جميل، فقط لو ترفع صوتك قليلا أثناء الإلقاء. تفضل. طيب. ذكرتك عند أكناف المدينة، فجاشت في حناياي السكينة. تذكرت الصحابة
حين كانوا يحيطون الرسول ويسمعونه. تذكرت الرسول يقص يوما على أصحابه قصصا حزينة. الله. تذكرت الصحابة كيف كانوا يحبون الرسول ويفتدونه، تملك حبه الأرواح منهم فأصبح خلهم لا يتركونه، وكان المرء منهم في سخاء يحب المصطفى ويموت دونه، فأنصاريهم ومهاجريهم إخاء صادق لا يسأمونه. تذكرت النبي أتى شريدا وأصحاب الهوى يتعقبونه، فلما اجتازت القصواء ناخت وأبطال الهدى يستقبلونه، وجاء مهاجرا حتى أتاها وزاد الله بالبلوى يقينه. الله. لقد كانوا بحق خير صحب لأشرف نازل نزل المدينة، هم الأنصار إقداما وعزما وللعهد القديم يوثقونه، ألم يؤخذ عليهم قبل عهدا وها هم من رجولتهم يفونه. الله. بصدق العزم والإصرار شقوا طريقا بالدماء يعبدونه، على هذا الثرى كانت خطاهم وهذا دربهم أفتقتفونه. لقد طاف الخيال وجاء يروي من التاريخ أحداثا رصينة، فهام القلب لما جال فيها وأرسى عند مرفئه سفينة. الله. وإذ بي والخيال يطوف حولي ونفسي من مهابته حنونة، ويسرد سيرة الإسلام حتى كأني شاهد ما تقرؤونه، وسيرة سيد السادات كانت بهذا الترب ناصعة مبينة، حياة كلها عمل وجد وتضحية وأخلاق متينة، حياة كلها أمل وصدق وإصرار تلازمه مرونة، قضاها الصادق المصدوق يمضي وينشر في بني الإنسان دينه، وعند المنبر النبوي نور ونبراس لمن يتأملونه. وظلله الغمام فدا وحبا وفخذ الشاة أعلن في ليونه، تحدث للرسول حديث صدق وقد فضح المؤامرة اللعينة، ونبع الماء فاض براحتيه وكلمه الحصى وشكى سكونه، ويروي دون ما كل أمورا وهذا الجذع أسمعهم أنينة، وهذه الروضة الفيحاء فيها من النفحات فيض تعشقونه، وتحت القبة الخضراء نور يشعشع بالوقار وبالسكينة، يقص لنا الملاحم باتساق وفي حال السلام روى فنونه، يعلم هذه الدنيا السجايا ويجتث السفاسف والعفونة، يؤدب كل طاغية عنيد إذا أبدى وفي صلف رعونة، فأيقظ همة وأنار دربا وأخرج أمة كانت دفينة، وغير كفة التاريخ فيها وحررها وقد كانت سجينة، وجاهد في سبيل الله حتى أقر الله في الدنيا عيونه، وأيده بتأييد ونصر وصار الأمر في أيد أمينة، تعاليم السماء أتته وحيا وهم رغم العناء يترجمونه، يرشدهم بقرآن كريم وهم يتلونه ويرتلونه، يربيهم على خلق عظيم وهم يفدونه ويعظمونه، ويقرئهم من القرآن آيا وهم من حوله يتعلمونه، ينشئهم على الإيمان نهجا وفي صدق الرجال يطبقونه، فأصبحت الجزيرة في رخاء وعم الخير ساحتها الحصينة، وساد الدين وساد العدل في الدنيا بدين هو الحق الذي لا حق دونه، وعم الأرض شرع الله يهدي بني الإنسان لو رشفوا معينة، أقاموا شرعة الإسلام فيها
ودرب الشر لا يتقبلونه، فكم للذكريات هنا اعتبار وتأثير على من يعقلونه. تتلمذ أيها القلب المعنى، وخذ من كل إبداع فنونه. ذرفت الدمع واستذكرت يوما به صحب الرسول يودعونه، كأني بالصحابة في خشوع قد انفطرت قلوبهم الحزينة، ودارت دورة التاريخ لما أبو بكر يذكرهم حنينة. أبو بكر يذكرهم حنينة، وأكيد هذا الحنين لا ينفصل عن أي مسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الثائر الأول على الباطل. طبعا سنواصل ما تبقى من بيت القصيد بمعيتك شاعرنا خالد حميد، ولكن لابد أن نخرج إلى فاصل في مثل هذه الأوقات وفي هذه الحلقات. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من بيت القصيد، لا تذهبوا بعيدا. إلى الجزء الأخير من حلقة هذا المساء في بيت القصيد، وضيفنا الشاعر اليمني الجميل السيد خالد حميد. مرحبا بك مجددا سيد خالد معنا. أهلا أخي. سيد خالد، لابد أن تحضر الثقافة في مثل هذه المحافل الأدبية وفي مثل هذه اللقاءات الجميلة بضيوف وازنين من أمثال حضرتك، ولابد أن هناك الكثير من الكتب التي تزدحم في خيال وذاكرة الكاتب حتى ينصح بها غيره من محبي ومريدي القراءة. لو طلبت منك أن تنصح المشاهد الكريم باقتناء كتاب من أجل قراءته، كتاب أيما كان عنوانه وأيما كان نوع هذا الكتاب تفضل أن يقتنيه المشاهدون، ما اسم هذا الكتاب وحبذا لو تحدثنا عنه بوقت قصير؟ تفضل. ثورة الشعر. ثورة الشعر، لمن هذا الكتاب؟ شاعر محمد محمود الزبيري رحمه الله. نعم. ثورة الشعر يعني عكس فيها كثير من قصائده التي تحكي عن ثورة اليمن طبعا وعن واقع اليمن، ومعروف أن اليمن كانت يعني في وضع لا تحسد عليه، فكانت صرخات الثوار تترجم إلى شعر ونثر، لكن أبا الأحرار رحمه الله محمد محمود الزبيري كانت له طريقته في الوصول إلى الشعب. الشعب اليمني بطبيعته شعب عاطفي. على ماذا ركز في هذا الكتاب ثورة الشعر؟ على مخاطبة الشعب وملامسة همومه وأوجاعه. نعم. سواء فيما يتعلق بأحواله المعيشية أو أحواله التي يتطلع إليها كشعب يتطلع إلى النهضة وإلى الخير وإلى الرخاء وإلى السلام. أبو الأحرار مدرسة رحمه الله، مدرسة بكل ما تعني الكلمة من معنى. هذا الرجل عاش حتى عندما كان وزيرا للمعارف في الأيام الأولى من الثورة، لم يكن يعني يعيش بعيدا أو في برج عاجي عن ملامسة حياة الناس. هو في نفس الوقت الرجل العالم الذي يزخر بالعلم والمعرفة ويعني يصول في كل مجالات الفكر والثقافة والأدب والشعر والنثر والعلم. خطاباته في الإذاعة كانت المتاحة الأبرز في ذلك الوقت، يعني الإذاعة كان صوته يجلجل في كل أرجاء اليمن، ترى الناس يحفظون من كلماته حتى النثر منها. نعم. نعم. حينما نتحدث عن شعراء ثائرين من اليمن ينبغي أن نقف قليلا عند شعراء ثائرين ليس شرطا أن يكونوا من اليمن،
ولكن أن نتوقف عند معلومات عن شعراء ثائرين حتى نربط الناس بهم ونحثهم على ضرورة أن يقرأوا لهؤلاء الشعراء. إذن مشاهدينا الكرام، شعراء ثائرون فقرة تناديكم، تعرفوا على هذه المعلومات التي خصصناها لكم عن شاعر هذا العدد من فقرة شعراء ثائرون، ومن ثم لنا عودة. من أرض بلقيس هذا اللحن والوتر، من جوها هذه الأنسام والسحر، من السعيدة هذه الأغنيات، ومن ظلالها هذه الأطياف والصور. أطيافها حول مسرى خاطري زمر من الترانيم، تشدو حولها زمر من خاطر اليمن الخضرى ومهجتها هذه الأغاريد والأصداء والفكر. هذا القصيد أغانيها ودمعتها وسحرها وصباها الأغيد النضر. يكاد من طول ما غنى خمائلها يفوح من كل حرف جوها العطر. مفاركة على تجربات الحب، شاخت خواطري وماتت بي الأفكار في جوف شاعري. زمان به الأهوال تبدي كوارثا، طواها عن الأنظار لطف المقادر. فما أصدق الأنباء لما تواكبت تحدث تنبيها بنيل المخاطر. لها أيكن المصغون حتى وإن جو تهادوا بأخبار النذير المهاجر. لو استفهم الأقوام زلات حالهم لعادوا طريق الرشد من غير حائر. ولكن طول الجهل أعمى قلوبهم فصاروا به ما بين هاد وثائر. بصرت بعين العقل وحيا مبلغا وأدركت حين الصدق كذب الدفاتر. هي الساعة الحمراء باتت قريبة، عقاربها اداخلن مثل الضفائر. أتتنا وحوش الخوف أفواج غازل، وشكل أوائلها كشكل الأواخر. تدك طبول الرعب إذنا بقربها، يشابه ذاك الصوت خطو العساكر. أدان لها الظلام أملاكهم وما تردد ملك عنه ليس بناخر. وعان كتل السكن جرح صراخه يبيد هدوء القلب من كل عابر. مراراته تهمي على الفيه عنوة تغير بالويلات طعم السكاكر. دماء بها الساحات ضاقت ولم تزل تسير كسيل جارف للمشاعر. وتأخذ في ديمومة أي عارض أراد التصدي بالسلوك المغاير. لنا ألف ألف من جراح شبيهة بهذا الذي نلناه قيد الخسائر. إذا ما مشى جمع تباكوا لحالنا وينعون أشلاء بدون مقابر. ويسألني الناهون ماذا عن الهوى، هل انتاب قافية بشعر المناور؟ أجيب وبي سخط يريد ابتلاعهم، وهل في النواحي أي حب معاصر؟ بنا تلفظ الأكباد أوجاع حزنها سموما تذيق البؤس موت الضمائر. وأنتم خيالات الغوى تستميتكم هراء جناه الفكر بئس النظائر. أحب إله الناس فالحب فضله،
وزده بحب المصطفى خير ناصر وأبويك فلتغنم من العيش حبهم ودع كل وهم جالب للمعاذر خبرنا قلوب الناس دهرا ومدة فلم نلك إلا سوءة في البصائر ذنوب الخوالي من سنين تراكمت على كفة الميزان ثقل الكبائر صغير الخطايا سوء فحش مظالم وها هي تجزى من رحيم وساتر فلولا رحيم الرب أضحت عواقبا ونفذها في يوم كشف السرائر فلولا رحيم الرب أضحت عواقبا. نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام وبعد هذه الفقرة عن شاعر ثائر ينبغي أن نعود إلى ابن اليمن وشاعر اليمن ضيف بيت القصيد في هذا اليوم الشاعر خالد حميد. سيد خالد، هناك من يرى نفسه من الشعراء باحثا عن الشهرة وآخر يرى نفسه باحثا عن المال وثالث لربما يرى نفسه باحثا عن المجد حتى وإن بعد وفاته، وهناك من أحب أن يصطف إلى جانب شعبه. أين تجد نفسك في هذه النماذج أم أن لك نموذجا آخر مختلفا؟ أتمنى أن أكون في الصف الذي يرضاه الله أولا. جميل. الشيء الآخر أنه الحياة في ظل مع الناس ومع هموم الناس ومع قضايا الناس أمر أتصور أن هذا من بواعث ما يدفعني إلى أن أكتب في هذا المجال. الشاعر عفوا على المواصلة أن يشعر بالتفاف الناس حوله وإيمانهم بما يكتب، أليس كذلك؟ ربما أمر طبيعي ولا شك في ذلك فيما أتصور. نعم. أتصور لا, لا, لا عيب في ذلك. العيب إذا انحرف الشاعر عن يعني قوله عن فعله. من حق الشاعر أن يحاول البحث عن ذاته في الإطار المشروع طالما أنه يصطف إلى جانب أبناء وطنه. لا شك ولا عيب في ذلك. أنت تشجع على هذا الأمر إذن؟ يعني بطبيعة الحال، وهذه مسائل فطرية، يعني مسألة أن يحقق الإنسان ذاته وأن يشعر أين يحقق ذاته. نعم. هذه مسائل طبيعية، لا أعتقد أن هناك من يختلف عليها. طيب إذا أردنا أن نذهب إلى نص أخير يكون يعني خاتمة هذا اللقاء، ما هو النص الذي تنتقيه لنا وأن يكون قصيرا وبعجالة؟ هو اختتام للمقطع السابق. تفضل. حبيب القلب، هذه ذكريات من التاريخ، هل تتذكرون؟ فسيروا في دروب الخير دوما، فأنفسكم بما كسبت رهينة، وكونوا للهدى خلفا كريما تلا سلفا عظيما تتبعون، تنالون المكارم تعشقوها وترقون العلو وتألفون. وترقون العلو وتألفون. وحتى نرقى هذا العلو ونألف هذا العلو، رسالة ختامية إلى اليمن الذي تحب وإلى كل الأحرار في الوطن العربي على امتداد الخريطة. أن نشعر بأننا أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. على مستوى وعلى مستوى اليمن أن نشعر أن اليمن يعني هي التي سماها الله بلدة طيبة ورب غفور. علينا أن نحافظ على هذا الوسام وألا نخيب ظن أمتنا فينا. مؤمن أنت أنها ستعود كما كانت وأفضل؟ وواثق كل الثقة بإذن الله. كثقتنا بجميل حضورك وروعة قصائدك وصدق انتمائك لهذا الوطن. الشاعر خالد حميد، نورتنا في بيت القصيد لهذا اليوم. لعلنا نلتقيك وتتجدد المواعيد مع حضرتك في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من بيت القصيد. نعدكم أن يكون ضيف العدد القادم حماسيا وأكثر ثورية. كونوا معنا في الأسبوع القادم من ضيف من بيت القصيد، لأن الحلقة القادمة حتما ستكون أكثر جمالا. أستودعكم الله. السلام عليكم.